نور أسد الليلة. حرمة توفى زوجها وهي في بيت أهلها وهي في العدة، هل يجوز لها أن تخرج إلى بيت أبيها أو لا؟ على المرأة المتوفى عنها أن تبقى في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه إلى أن تكمل العدة. هذا من أحكام العدة، عدة الوفاة، أن تبقى في البيت. قوله صلى الله عليه وسلم: امكثي في بيتك إلى أن يبلغ الكتاب أجله. البيت الذي توفي زوجها وهي فيه تبقى فيه إلى تمام العدة.